وللمزيد بشأن جرائم الابتزاز الإلكترونية والتي يمثل الأطفال والمراهقون النسبة الأكبر من ضحاياها بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، تنضم إلينا عبر خدمة أو عبر الهاتف من بغداد الأكاديمية والباحثة الدكتورة ذكرى عبد الصاحب. دكتورة ذكرى، بداية مرحبا بك. انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني في المجتمع العراقي تتزايد وتيرتها بشكل مضطرد، كيف يمكن قراءة أسباب ذلك؟ أهلا وسهلا بكم، شكرا لقناتكم، وأهلا شكرا لكم، ومرحبا بضيوفكم ومتلقيكم، شكرا لكم. في الحقيقة أن انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني هو سببه التطور التكنولوجي في العالم والجهل به وكيفية استغلاله لصالح البشرية، أصبح يجلب المشاكل والمتاعب الكثيرة للإنسان، بالأخص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها في طرق ملتوية ومختلفة من قبل رعاف النفوس. حيث الابتزاز الإلكتروني هو جزء، يعني جزء أو زاوية صغيرة من كوارث كثيرة جلبت التكنولوجيا جلبتها للإنسان. فالابتزاز الإلكتروني هو بالحقيقة يعني جريمة كبرى، وهي جزء من كثير من الجرائم استغلها ضعاف النفوس للتغرير بالآخرين، مستغلين براءة الآخرين أو الجهل أو طبيعة الشخصية، أما أن يكون خجول أو ربما يكون يريد يطمح إلى أمر معين، أن يصل إلى أمر معين طموح في داخله. لذلك هؤلاء ضعاف النفوس أصبحوا يستغلون هذه التكنولوجيا في الإيقاع بالآخرين وابتزازهم والتأثير عليهم وبهم. نعم، يعني أيضا في اليوم العالمي للطفل تؤكد التقارير والإحصائيات أن أكثر الفئات تضررا من الجرائم الإلكترونية هم الأطفال والمراهقون. منظمة اليونيسيف دعت لتأمين احتياجات الطفل العراقي في ظل تفاقم الأزمات، إلى أي مدى يمكن ربط تقصير الحكومات المتعاقبة في تلبية احتياجات الشباب ووقوعهم في براثن الجريمة الإلكترونية؟ نعم، بالتأكيد أن أول الأمور هي براءة الطفل، يعني سهولة انجذاب الطفل وانجراره وسهولة التأثير عليه وإقناعه، ثم انتشار الألعاب الإلكترونية التي هي تغري الطفل ويعني مصدر جذب لهؤلاء الأطفال، تسبب لهم الكثير من المشاكل، بالأخص أنهم يعني قلة الرعاية من قبل الأهل، وايضا الاطفال يكونون يعني مستبدين في ارائهم، بحيث انه يعني لا يطلعون احد على امورهم الخاصه خوفا او حرجا او ربما تكتما، فلذلك يقعون ضحيه لهذه الجرائم. بالحقيقه انه اليونيسيف اكدت كثيرا ودعت الى هذه الامور، لكن في الحقيقه لا نرى هناك اي استجابه او تاثير الا ما ندر في بعض هنا وهناك، مثلا كان المرأة العراقية إحدى الضحايا الأكثر تضررا من هذه الجرائم. دكتورة، ألا يمكن إدراج هذه الجرائم ضمن انتهاك حقوق المرأة الذي يمارس ضد نساء العراق؟ بالتأكيد حقوق المرأة كلها في العراق منتهكة في الحقيقة، يعني من أي جانب تلزمها هي انتهاك لحقوق المرأة. فهذه المرأة حقيقة ضحية لكثير من الجرائم، الابتزاز الإلكتروني وغيرها والعنف وغيرها وكثير من الأمور. فهذه الزاوية أنه المرأة ضحية هذه الجرائم الإلكترونية، لأنه المرأة عنصر ضعيف أصبح بالمجتمع، وايضا عنصر بسهوله انه يعني يغرر فيه، لانه بسبب الجهل احيانا او عدم التعلم، او ايضا هناك طموح داخل المراه، هناك انجذابات يعني شلون نقول اغراءات من قبل الرجل، او وايضا وليس يعني احنا نقول بس مو بس المراه هي اللي ايضا واقعه ضحيه، الرجل ايضا احيانا يقع ضحيه، المراه اصبحت هناك اصابات نساء ايضا يغررون بالرجل، لان شنو هذه المراه متخلفه يعني جاهله، مجرد تفكر بمصلحتها في نزواتها في ان تبتز الاخر مبالغ معينه، فهذه هي ضحيه ايضا يعني حقيقه، يعني اضافه لي هي لما يعني تستغل الاخرين وتبتزهم.
فالمرأة هي العنصر الأضعف بالمجتمع، وهي يعني المجتمع كونه ذكوري وكونه قبلي يعني صعب أن المرأة أن تبوح بكل ما عندها أو تشتكي لمثلا أخوها أو زوجها أو أبوها إذا وقع عليها أي حيف، لأنه المرأة المفروض ما يطلع شيء عنها، المفروض دائما هي متكتمة، المفروض أنه بعدين العائلة أنه إلها سمعتها وإلها اسمها. يعني صعب المرأة لما تنطعن من خلال أخلاقياتها أو على اعتبارها تجلب العار إلى العائلة وإلى العشيرة بنفس الوقت، على اعتبار تكبر المسألة أكثر مما هي يعني مهما كانت بسيطة يعني تكبر بسبب هذه العقائد. ما هو تفسيرك لعدم اهتمام الحكومة لهذا الأمر؟ في الحقيقة الحكومة يعني منذ أن جاءت للعراق إلى الآن ليس لها علاقة بالمجتمع ولا المرأة ولا الطفل ولا البنى التحتية ولا أي شيء يخص المجتمع ويخص البلد. والدليل أنه الآن تلاحظ كل فترة انتخابات تصرف المليارات والملايين وتطلع الإعلانات والفضائيات تتحدث عن هاي المواضيع، لكنهم ما شفنا في اليوم تحدثت عن أنه امرأة أو أنه مثلا يعملون فد توعية لامرأة أو برامج لامرأة يعني أو برامج لأطفال. تصرف مليارات الدولارات لحماية العملية السياسية وحماية النظام السياسي وقمع المتظاهرين، ولا تصرف من هذه المليارات ما يحافظ على الأمن المجتمعي في العراق؟ نعم، أصلا هم يكممون المتظاهرين، لأنه المتظاهرين هم ضد هذا النظام، على اعتبار أن النظام لو كان يعني لديه عناية بالمجتمع وبالوطن وعين على المواطنين ويساعدهم ويرعاهم ما كان أكو ناشطين ولا كان أكو معارضين. لذلك هي تكمم لأنه المعارضين ضدها أو المتظاهرين ضد هذه الدولة. الدولة لو كانت لديها مشاريع، لو كانت عملت للبلد، يعني تصور ماكو بلد كل ساحة البلد يعني تحفر في وقت واحد، ما معقولة، لأنه هناك دوام هنا. يعني أحس أنه يعني كل مواطن بالعراق يحس أن الدولة تضر مدى تنفع. يعني كل الحقوق مأكولة، أنا من الناس كل حقي يعني هاي صار 19 سنة أنه على النقل للتعليم العالي. أنا الدكتوراه عندي 3 دكتورات، واحدة فخرية واثنين دكتوراه، فالحد اليوم اتصور 19 سنة أنا كل سنة أقدم نقل للتعليم العالي، اليوم أو أمس توقف النقل على اعتبارها نهاية السنة. زين أنتوا ليش تفتحوا نهاية السنة؟ زين ليش تأخرون الكتب يعني الرسمية تؤخر في يعني رغم المليارات التي تنفق على قطاع الأمن، فإن العصابات والأفراد يمارسون الابتزاز بسبب ضعف تقنيات جهات الأمن وأيضا الإهمال الحكومي في هذا الإطار، والحكومة لا تهتم للأمن المجتمعي. هناك لديها اهتمامات أخرى تهمها وتهم إدامة النظام السياسي في العراق القائم على المحاصصة. إذن شكرا جزيلا لك دكتورة ذكرى عبد الصاحب الأكاديمية والباحثة، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.